السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهارده عن البحر في انجلترا. احنا عارفين طبعا ان انجلترا عباره عن جزيره، او المملكه المتحده عباره عن جزيره، فهي حواليها البحر من كل مكان. لكن ده طبعا يختلف عن البحر اللي احنا متعودين عليه في مصر مثلا، او في الدول العربيه، البحر المتوسط او البحر الاحمر، لان احنا عندنا شواطئ بتكون حلوه للعوم والجو شويه حلو معقول، فنقدر الناس تعوم في البحر بسهوله. هنا في انجلترا رغم انها طبعا جزيره زي ما قلنا، لكن البحر هنا بيكون اكتر، الجو ساقع طبعا، الشواطئ ما بتكونش شواطئ رمليه، قليل منها الشواطئ الرمليه اللي احنا متعودين عليها، فكتير منها بيكون شواطئ صخريه او زلط زي ما احنا شايفين كده. هحاول اجيبها لكم. مثلا بيكون شواطئ زي اللي باينه دي كده، بيكون شواطئ رمليه او صخريه، فبيكون العوم فيها صعب شويه. لكن ده ما يمنعش برضو ان في اوقات بيكون الجو بيكون معقول، مش عايز اقول حر، احيانا بيكون حر طبعا، لكن دي قليله في السنه. لكن في الصيف ممكن بيكون الجو معقول والناس بتنزل البحر. يمكن كان في فيديو برضو انا كنت صورته لكم في مدينه برايتون، دور عليه هتلاقيه، هحاول احط لكم اللينك بتاعه. الناس بتقدر انها تنزل وتعوم في المياه بشكل حلو جميل. احنا هنا دي احنا في مدينة ميدلسبرا، وده الشاطئ الشمالي الشرقي بتاع انجلترا في مدينة ميدلسبرا. في سقالة كده وماشية، نحاول نروح نصور لكم عندها. لكن الجميل هنا ان هم بيحافظوا على يعني الاماكن، دايما هتلاقي على كل بحر هتلاقي زي كافيه اللي موجود دوت كده، هتلاقي بيطل على البحر وهتلاقي فيه مناظر حلوة، مش شرط ان الناس تقدر انها تعوم او تنزل. طبعا في جو زي كده، احنا بنصور في فبراير دلوقتي، فاحنا في عز الشتاء درجة الحرارة ساقعة، وان كان والله في حد نازل في المايه هناك اهو. لكن حبيت برضو ان انا افرجكم على المكان ومنظر المكان، وهنروح كده نصور على السقالة دي نتفرج ونشوف الدنيا عاملة ازاي. قربنا من السقالة هنا، المنطقة دي زي ما انتم شايفين رملية شوية، دي يعني ممكن في الصيف او وقت ما الجو يبدأ يدفي شوية، مثلا من اول شهر 4 كده وانت طالع، يعني نقول من 4 لاكتوبر مثلا ل10. طبعا هم هنا الناس متعوده على الساعه، هي بيقدروا ينزلوا هم في الساعه، احنا علشان ننزل محتاجين هنا شهر 7 او 8، غير كده هيكون صعب جدا بالنسبه لنا. زي ما انتم شايفين الجو غيم غيوم والجو لحد المساء، لكن برضو لا يزال الناس بتستمتع بحياتها، بتنزل بتخرج بتمشي. خلينا نروح على السقاله دي كده نشوف الجو عامل فيها عامل ازاي. الفيديو التاني اللي كنا صورناه لكم في برايتون قبل كده كان في الصيف، كنا في عز الصيف، كنا في شهر 8 او 9، وكان الناس طبعا لابسه اللبس الصيفي. لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين، لان الدنيا ساقعه، الناس كلها لابسه الجواكت، لكن ما يمنعش ان برضه نخرج ونتفسح ونستمتع بيه اليوم الجميل. تعالوا ما ناخد تمشيه كده على السقاله نشوف شكلها عامل ايه، وعايزين نمشي برضه حتى تحتها كده في الحته اللي هي الرمليه دي. بص ده منظر ده بقى، العربيات دي ولا القطر اللي نازل ده، ده تحس ان عامل زي ده تلفريك ده ولا قطر ولا ايه ده. لفت تاون طبعا، الحاجات واضح انها قد ايه اثريه وقديمه، لكنها جميله. الجو بيمطر حاجه بسيطه كده، التواليت موجوده على تمشيها برضو كده. عايزين نفرجكوا على الشاليهات اللي بيبقوا عاملينها دي كده، ممكن تيجي تأجر شاليه يوم 2 3 وتقضي يومك على البحر. تفتح كده يا معلم علشان تعدل تدخل السلالة، لازم تعديك على المكان ده. قادر اصلا امسك بيها التليفون. بص بقى ده هنا كده، دي شايف دي كده ايه
شاليهات على البحر، تقدر تأجر الشاليه وتروح كده. التقاء النهر بالبحر زي ما انتم شايفين، يعني نتخيل ان دي تكون ميه عذبه، نهر ده نهايه النهر هنا رايح يصب على البحر. المكان اللي فوق ده كده السفحه او التل اللي فوق دوت، ده برضو كده زي مطل كده على البحر. إذا قدرنا نروح نصور لكم فيها نصور لكم إن شاء الله. شكله حلو لذيذ. احنا وصلنا كده لآخر السفينة أهوت، لكن الجبل إيه خلاص خلاص مش قادر أمسك التليفون من الساعة، ده الطقس شمالي في القرى، الجو تلج. في أيام تاني بقى إن شاء الله نبقى نيجي هنا. Gracias.